السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله يا رب يكون جميع الأصدقاء والمتابعين معنا في أفضل الأحوال، اللهم أمين يا رب. الله يبارك في الجميع. عاوز أتكلم في نصيحة، وهي: هل ممكن التقسيم خلال شهر اكتوبر او شهر نوفمبر، يعني شهر 10 او 11؟ ربما يكون معظمنا مهتم بالموضوع ده، او مهتم عامة بالتقسيم، او عنده تردد في هل اقسم في الخريف ولا ما اقسمش. طيب، نتمنى في البداية الله يبارك في الجميع من الاصدقاء الجدد اللي معانا في القناة او اللي انضموا معانا يشتركوا في القناة ان شاء الرحمن، عشان اي فيديو يتم نشره يوصل للاخ او للاخت اشعار بان تم نشر فيديو، وبالتالي يكون في متابعة مستمرة معنا. الاجابة على السؤال بتاعت هل يتم التقسيم في شهر اكتوبر او نوفمبر، او التقسيم في التوقيت الحالي عامة بشكل عام، عشان نرد عليه لابد نحدد بعض الامور. على سبيل المثال، اولا الاخ اللي بيسأل السؤال ده بلده فين؟ دي مهمة جدا. تمام، طيب خلينا نقول بعض البلدان اللي متاح ليها ان هي تقسم في اكتوبر ونوفمبر وديسمبر كمان ويناير. تمام، نتمنى الاخ اللي بيستمع لينا او الاخت تكون مركزة في الكلام. اول حاجة، المملكة العربية السعودية واليمن، البحرين، سلطنة عمان، الكويت او الامارات. انا اتكلم على بلدان الخليج، حوالي 5 او 6 بلدان اللي انا ذكرتهم دول. تمام، دو ان حاليا اللي في البلدان دي يقدر يقسم في شهر اكتوبر، شهر نوفمبر، شهر ديسمبر، شهر يناير. ليه؟ ما عندهمش تشتية، الفترة دي بتكون نقدر نقول ربيع مبكر في البلدان دي. تمام، ممكن يستمع لي احد من البلدان دي يقول لي انا في اماكن بقى شتي النحل. تمام، انت بنتكلم في حالات استثنائية، احد موجود في بعض الاماكن الارتفاعات، تمام، او اللي بيكون فيها تشتية او اجواء باردة، او الاصدقاء مثلا اللي على الحدود السعودية الاردنية بيشتي النحل. انا اتكلم على معظم نحالين او 99% من نحالين البلدان اللي انا ذكرتها دي متاح ليه يقسم، بالخصوص لما يكون متاح عنده ذكور، متاح عنده نشاط، تمام، مفيش اعداء للنحل، تمام، فبالتالي هو عنده المقدرة بعد خروجه من موسم السدر، لو فيه بعض الخلايا قوية او بعض الخلايا اللي كان طارقها في الخارج وما دخلتش الموسم بتاع السدر قوية، عنده قدرة يقسم. طيب، بعض البلدان اللي ربما يكون من الصعب ان هي تقسم في نوفمبر 11 شهر 11 او ديسمبر شهر 12، زي مين؟ زي اصدقائنا في الجزائر، المغرب، تونس، مصر، العراق، سوريا، فلسطين، لبنان، كذلك ليبيا. كل البلدان اللي انا ذكرتها دي احنا بنشتت النحل. في فئة قليلة قليلة جدا، ربما يكون في اماكن دافئة، تمام، او التشتية عنده بتكون نقدر نقول امرها سهلة، او بيكون عنده صروح للنحل في البلدان دي، بس دولت قليل قليل جدا، يعني نقدر نقول ما يذكرش، اللي هي بعض الاماكن الجنوبية او بعض الاماكن الدافئة او ما شابه ذلك. انما الاغلبية مننا في التوقيت بتاع شهر منتصف نوفمبر اللي هو منتصف شهر 11 وديسمبر شهر 12 وكذلك يناير، كلنا بيكون عندنا تشتية، صعب ان احنا نقسم النحل في التوقيتات دي. طب بنقسم امتى؟ بنبتدي نقسم مع انطلاقة النحل في الخريف، في الربيع، صح ولا لا؟ مع بداية النحل في الانطلاق في الربيع بنبتدي نقسم. طيب احنا دلوقتي نقدر نقول ما دخلناش لسه شهر اكتوبر اللي هو الشهر 10،
بقي تقريبا حوالي 3 أيام أو يومين، تمام، ونخش بعد كده على الشهر 10. هل ممكن إن أنا أقسم بعض الخلايا أول الشهر العاشر لبلدان شمال أفريقيا، بلدان الشام، البلدان اللي أنا ذكرتها اللي هي من الصعب تقوم بتقسيمات في الأشهر اللي هي بتكون برد أو فيها تشتية؟ هل ممكن أقسم؟ ينفع، تمام. طيب في بعض الشروط نتمنى نأخذها بعين الاعتبار، وهي أولا لو أخي مثلا من الجزائر أو من تونس أو من المغرب عاوز يقوم بتقسيمات، أو من فلسطين أو من أي بلدان اللي فيها تشتيت، إيه الحاجات اللي يدور عليها أو تكون متاحة عنده قبل عملية التقسيم؟ رقم واحد، تمام، إن يكون الخلايا اللي عنده قوية، يكون الخلايا اللي عنده فيها كمية من الحضنة، سواء الحضنة دي مغلقة أو مفتوحة أو بيض، ديت شرط أساسي، مينفعش إن أنا أقسم خلايا ضعيفة، تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، يكون ما عندوش أعداء للنحل، وروار، دبور أحمر، أي عدو للنحل يسبب إعاقة أو يتسبب في عدم خروج الملك العذراء للتلقيح هيبقى صعب إن هو يقسم. رقم تلاتة، يكون عنده نشاط في المرعى الغباري أو حبوب اللقاح، على أساس إن بعض التقسيمات اللي هيقوم بيها يكون عندها القدرة إن هي تتطور في خلال 50 أو 60 يوم قبل دخول الشتاء، تمام. رقم أربعة، وهي إن الأخ النحال اللي هيقوم ببعض التقسيمات لابد إن هو يعمل تقسيمات مجمعة. التقسيمات المجمعة أنا تحدثت عليها من قبل وهتكلم عليها مرة تانية، وهو إن هو هيجي على سبيل المثال 3 خلايا داخل المنحل، يأخذ من ال3 خلايا ديت تقسيمة واحدة فقط، تمام. وأهم حاجة الخلايا الأم اللي هو هيأخذ منها براويز حضنة أو براويز عسل أو براويز نقدر نقول خبز نحل، ايا يكن البراويز اللي هياخذها، ما يضعفش الخليه الام، تمام. يعني ندي على سبيل المثال الخليه الام عباره عن 7 براويز، تمام. انا لما اجي اخذ من الخليه الام برواز او 2، ما ينفعش ان انا ازود اكتر من كده. ليه؟ ما هو انا لو ضعفت الخليه الام هتعبها في الخريف. لا، ده انا بالنسبه لي عاوز اخذ منها بروازين فقط، والخلية التانية بروازين، خلية التانية برواز، يبقى انا كونت تقسيمة مكونة من 5 براويز، تقسيمة قوية مش وحشة، عندها القدرة في خلال 45 يوم او 50 يوم ان هي تكون وصلت معايا لتمن وتسع براويز تخش الشتاء، تمام. الكلام ده مهم جدا، ولذلك اما اجي اخذ او اعمل تقسيمة لابد يكون التقسيمة ديت من خلايا مجمعة، كل 3 خلايا أخذ منها تقسيمة واحدة. يعني على سبيل المثال عندي داخل المنحل 90 خلية عندهم القدرة إن أنا أقسم منهم، تمام، أقسم من ال90 خلية دي 30 خلية فقط، أخذ من ال90 30 وأشكر ربنا اللهم لك الحمد، تمام. عكس الرضيع، الرضيع أنا ممكن أخذ من الخلية خلية، يعني ممكن في الربيع باخد من الخلية تقسيمة، ليه؟ او اجواء دافئة قدام نشاط، انما احنا هنا في الخريف التوقيت محدود، ما ينفعش ان انا اضعف الام على حساب التقسيمة. تاني حاجة، الحاجة اللي انت اتكلمت فيها، لابد ان انا اقسم على ملكات عذارة، تمام. ولو الاصدقاء المتابعين معايا تتذكر نشرت فيديوهات في حدود 15 يوم بالتحديد، يوم 15 سبتمبر او 15/9، تكلمت على ان الاصدقاء اللي عاوزين يقوموا ببعض التقسيمات يربي ملكات من تاريخ 16/9. لو الاصدقاء متابعين معايا انا تحدثت في الشيء ده، قلت على اساس ان الملكات عند خروجها في تاريخ يوم 1 اكتوبر او 1/10 ان حال يقدر يقوم ببعض التقسيمات، تمام. فنتمنى ناخذ النصائح دي كلها بعين الاعتبار، تمام. طب احد الاصدقاء قال لي انا ما عنديش ملكات عذارة، هترك التقسيمات يتيمة بدون ملكة؟
النهارده خلاص احنا بنتكلم، احنا داخلين ربما يكون اول اكتوبر، عشان الملكات العذاره تخرج عندي هتجلس حدود ال 14 15 يوم، يعني بنتحدث تقريبا على منتصف شهر 10 او شهر اكتوبر على ما الملكات العذاره دي تخرج. تمام. طب انا دلوقتي ضيعت 15 يوم خلايا تقسيمات بدون ملكات بتربي ملكات، ولسه هتخرج عندي 15 اكتوبر، وعلى ما تتلقح الملكات العذاره دي بنتكلم ان احنا يكون على اقتراب من شهر نوفمبر. لا، هنا انا ضد المبدا ده. تمام، انت كده بتخاطر. تمام. طيب في حلول اخرى، نعم دي في ايدك انت، حسب امكانيات بلدك، حسب الامكانيات عندك انت. تمام. وهي انك انت تشتري عذاره، تشتري ملكات عذاره. تمام، وتقسم عليها. تمام، لان احنا بندور على اختصار الوقت. تمام، لان المفروض انك انت كنت تربي فيما قبل، انما دلوقتي هتربي صعب. تمام. طب ممكن اربي انا دلوقتي في حاله واحده، وهي ايه؟ في حاله ان انا اقوم بتغيير بعض الملكات اللي موجوده في الخليه السيئه. تمام، بس في الاصل الخليه ايه؟ في الخليه في الاصل شغاله، فيها ملكه، صحيح الملكه ضعيفه شويه، مش عاجبني شغلها، ما فيش مشكله اغير الملكات دي دلوقتي واربي ان انا اغير دلوقتي، انما ان انا اربي عشان اقسم من دلوقتي صعب. تمام، بعض الأصدقاء اللي كانوا يتحدثوا على موضوع شراء ملكات ملقحة. تمام، أولا أنا ليا وجهة نظر في الموضوع ده. تمام، إنك أنت تشتري بعض الملكات الملقحة، أنا أتكلم عن شخصي، أنا ضد المبدأ ده. ليه؟ الملكة الملقحة اللي أنت هتشتريها دي، أنت هل أنت عندك العلم الملكة الملقحة دي اشتغلت قد إيه؟ هل هي كبيرة ولا كويسة ولا سيئة ولا رديئة ولا فيها ايه؟ ما عندكش العلم. تمام، فاولا الافضل ان النحال دايما باستمرار بياخد ملكات من منحله، بيربي من منحله، بيشتغل على الملكات اللي من منحله افضل، ولكن ربما يكون نحال مضطر يشتري ملكات، يبقى في الحالة دي اشتري عذارة، ما تشتريش ملكات ملقحة. ملكة ملقحة احتمال كبير جدا يكون فيها بعض المشاكل انت في غنى عنها. تمام، نتمنى ناخذ النصائح دي بعين الاعتبار، سواء اصدقائنا اللي متاح عنده التقسيم لحد نقدر نقول بدايه العام القادم، اصدقائنا في الخليج او اصدقائنا في بلدان شمال افريقيا او بلدان الشام او مصر. تمام، نقدر نقول اللي هو بالنسبه له في التوقيت الحالي خلاص يحاول يسرع لو عاوز يقوم بتقسيمات. تمام، طيب عاوز اتكلم في نقطه تانية، وهي الأصدقاء اللي عندهم خلايا في التوقيت الحالي. تمام، نقدر نقول في حدود ما شاء الله الثمن والتسع والعشر براويز. تمام، عندك خلايا تحتوي على كثافة نحلية ما شاء الله تبارك الله ممتازة جدا. الحل ايه مع التقسيمات القوية دي؟ هل أجلس أعتني بالخلايا دي لحد ما أجي أشد الخلايا؟ تمام، ولا ابتدي اشيل منها بعض البراويز اقسمها، ولا الافضل ايه؟ اولا احنا بنتكلم تقريبا حدود ال 45 او ال 50 يوم. تمام، او ما يزيد. تمام، على بداية الشتاء لما يكون عندك خلية قوية بحجم 8 و9 براويز وتهتم بيها من دلوقتي ويكون عندك مرعى، الخلية ديت يعني ما شاء الله نقدر نقول لازم تشيل منها براويز لازم. تمام، اولا حابب انك انت تقوم ببعض التقسيمات يكون كويس، استغلها لان احنا لسه في بداية الخريف، عندك خلايا ضعيفة بتتكون مثلا من بروازين، بتتكون من 3-4 براويز. تمام، ادعم الخلايا الضعيفة دي. تمام، مع التأكد والحرص ان ملكات الخلايا الضعيفة دي ملكات كويسة ما فيهاش مشاكل. تمام، فاللي انا اقصده من الاصدقاء ان احنا دلوقتي نحاول ان احنا بقدر الامكان لاما نقوم بتقسيمات او نوازي الخلايا الضعيفة اللي عندنا، ما تتركش خلية قوية من التوقيت الحالي. طب امتى اتركها؟ اتركها مع انتهاء الخريف. تمام، او في نقدر نقول الربع الاخير من الخريف لما يكون عندي خلايا قوية خلاص انا بتركها بجهزها للتشتيت،
انما دلوقتي انت عندك القدرة بخلية من 6 براويز توصلها ان شاء الله 10. تمام، انا اتكلم طبعا على اللي عنده نشاط او عنده مراعي. طبعا اللي بيجهز الخلايا بتاعته ووصلت لحدود الثمن والتسع والعشر براويز وهو بيستعد لدخول موسم زي موسم الخروب، ده اصدقائنا في بلدان شمال افريقيا، خلاص انت مفيش مشكلة، انت بتجيش عشان تخش موسم عسل تستفيد. تمام، يعني انت بتجيش عشان تستفيد، انما انا اتكلم اللي بيجيش وهو ما عندوش مواسم عسل. تمام، هو هيجلس من طول فترة الخريف بيجيش ومن ثم يأتي الشتاء يشتت الخلايا. لا، هنا حاول تستغل الخلايا دي، حاول تستفيد منها. تمام، ما تتركش الخلية نقدر نقول 9 و10 براويز من دلوقتي لحد دخول الشتاء. نتمنى نأخذ الكلام ده بعين الاعتبار. تمام، نقطة أخيرة وهي الأصدقاء اللي هيفكروا يقوموا بعملية تقسيم، أنصحك نصيحة لله قبل القيام بالتقسيم على سبيل المثال ب24 ساعة، يعني بيوم أو يومين، قوم بعملية مكافحة للخلايا الأم، الخلايا اللي هي الأمهات اللي هي نقدر نقول 8 و9 براويز و7 و10 براويز، كافحها من كمكافحة فروة مرة واحدة فقط على الأقل. التقسيمات الجديدة تمام يكون فيها أقل كمية من الفروة على أساس نبتدي إن شاء الرحمن يكون فيها تطور وتقدم. تمام، حذاري أي أحد يقوم بعملية مكافحة لخلية والخلية تكون فيها ملكة عذراء، ملكة عذراء ما تكافحش بأي مادة يكن، أيا يكن نوع المادة ما تكافحش طالما الخلية فيها ملكة عذراء، فيها ملكة ملقحة لا يوجد مشكلة كافح، إنما في حالة العذراء ما تكافحش، لأن المكافحة أو نقدر نقول المادة اللي أنت هتكافح بيها بتسبب بعض المشاكل على الهرمونات الملكية للملكة العذراء وبتأخر من خروج الملكة وربما بتؤدي إلى عدم خروج الملكة ورغبة الملكة في التلقيح. بنتكلم على كلام واقعي حدث عندنا في مناحلنا. تمام، وبنحاول ننصح بيه الأصدقاء لعلهم يستفيدوا منه. تمام، الله ييسر الحل لجميع الأصدقاء، نسأل الله التيسير ليكم إن شاء الرحمن. أسئلة الأصدقاء اللي كانوا سألوها هنرد عليها في فيديوهات إن شاء الله، سواء بكرة أو اليوم بإذن الله. ولو اني ما بحبش انشر فيديوهين في نفس اليوم لان ساعات الاصدقاء بيكون يعني الامر ممل ليهم، ولكن انا بعتذر لو انا اتاخرت على الرد في الاسئله، ولكن في مواضيع ربما يكون بتهم النحال اكتر فبالتالي يتم الرد عليه. تمام، مشكورين شكرا جزيلا كل الاصدقاء اللي بتتفاعل معنا او اللي بتشارك معنا او حتى اللي بتستمع في صمت، مشكورين شكرا جزيلا.